معلم أخذ من أحد المساحات ببلدية لدبسان بولاية سمسيلت مكانا له منذ عقود خلت. إنه حمام يزروى، اليوم لم يتبق منه سوى جدران متهاوية، وزائرون يتحسرون على أيام قادتهم إليه للتداوي بمياهه المعدنية المتفجرة من باطن الأرض. هذا الحمام كان في وقت الاستعمار، احنا كنا صغار ونجو مع شوابين تاعنا هنا وندوشوا فيه ونحموا، وكانت فيه منطقة يعني نظرة زينة فيه، ولين لحد الآن تهمل. وهذا الحمام هنا كان في السبعينات، السبعينات نعقلنا مليح، كان حمام هنا نجو نحمو فيه، اللي فيه مرض يبرى، كي يجي هنايا يبرى فيه، هنايا دروك تهمل، راه من حوالي 87 88 همل. يعود تواجد حمام يزروى إلى الحقبة الاستعمارية، ولا تنحصر فوائده الطبية في مياهه المعدنية فقط، لكن حتى الطين الأسود المخلط بالمياه يعد دواء لأمراض جلدية كثيرة. طفلة كانت مريضة فيها الحب، هذاك الحب ديتها للطبيب، ديتها لتيارت تاع الجلد تاع الوجه، وما كان والو ما نفع والو، غسلت لها مليح مليح، ومن بعد درت لها شوية حمى كما قلت قعد واحد ساعتين، ومن بعد عاودت غسلت لها، حمدك يا رب. اليوم زواره يطالبون السلطات بإعادة الاعتبار لحمام يزروى الذي يعد معلما سياحيا من شأنه أن يتحول إلى قطب سياحي هام. على الأقل نديروا به، نخدموه ونديروا به ربعة ولا خمسة، ولا يصبحوا عائلات يتنفعوا منه ونصبح عندنا منطقة سياحية للبلدية. قارورات خمر مترامية في كل مكان، وما تبقى منه نهب وسرق. حمام يزروى لم يتبقى منه سوى مياه معدنية تتفجر من باطن الأرض، مياه تسري سودا دون الاستفادة من فوائدها الطبية.